دلوقتي خلينا نروح نتعرف مع حضراتكم على أهم وأبرز الأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، منها مجلس أمناء الحوار الوطني هيعقد جلسته الثالثة، وأيضا صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيستضيف أبطال مصر الحاصلين على ذهبية ألعاب المتوسط، وانطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة مجلس أمناء الحوار الوطني هيعقد اجتماعه رقم 3 في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في مدينة 6 أكتوبر الساعة 1 الظهر. هيناقش المجلس اللجنتين اللي تشكلوا من الأعضاء بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحاور الاقتصادية والاجتماعية، وبعد كده هينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. النهاردة كمان هيستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الساعة 8 بالليل أبطال مصر الحاصلين على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في حلقة نقاشية عن الرياضة في مصر تحت عنوان مع أبطال مصر ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هيستضيف الصالون فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، ومحمد السيد بطل مصر في السلاح الحاصل على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 2022. النهاردة أيضاً هتنطلق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بكل أنواعها صناعي، زراعي، تجاري وفندقي على مستوى الجمهورية، وده للدور الثاني للعام الدراسي 2021-2022 واللي هينطلق النهاردة وهيخلص يوم الثلاث 9 أغسطس اللي جاي. لعشاق الدوري المصري النهاردة هيكون معادهم مع مباراتين من المسابقة، فريق النادي الأهلي هيواجه المقاولين العرب الساعة 9 بالليل في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 21 من المسابقة، والساعة 6:30 بالليل إنبي هيواجه المصري في افتتاح الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. لعشاق الكرة الأوروبية هيكون معادهم النهاردة مع مباراة قوية في بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2022، هتجمع ما بين ليفربول ومانشستر سيتي الساعة 6 بالليل على ملعب كينج باور.